ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. أقدمت فتاة قاصرة تعمل في أحد الشقق في عمارة توجد بشارع الفارابي بطنجة على رمي نفسها من شرفة الشقة يوم الجمعة في ظروف غامضة. وحسب مصادر عاينت الحادث، فإن الضحية المعنية بالأمر البالغة من العمر 16 سنة والتي تعمل كخادمة منزل سقطت فوق إحدى السيارات التي كانت مركونة أسفل العمارة. وأضاف ذات المصدر أن الوقاية المدنية عملت على نقل الفتاة وهي في حالة خطيرة، حيث ترقد في المستشفى في العناية المركزة. ومن جهتها فتحت المصالح الأمنية تحقيقا في الموضوع لمعرفة الأسباب التي دفعت بالمعنية بالأمر على رمي نفسها. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومية.